أهلا بكم من جديد. فنان شعبي وجد صيته في الغناء والتلحين بشكل جذاب. استطاع بموهبة نادرة وقدرات لحنية وصوتية كبيرة أن يضع بصمته. ومعنا في صباح العربية اليوم الفنان والشاعر والملحن الإماراتي طالب المري، ولكن نشاهد هذا المقطع قبل ذلك. عزي لعين ذا السنة مستهيضة تزعج بدمع مثل غيم النثر ما. ينضم إلينا في الاستوديو الفنان طالب المري. صباح الخير أستاذ طالب. يا هلا وسهلا، صباح النور. يعني الواحد السؤال البديهي، شفناك على العود، كيف مين تعلمت أول، الغناء أم العزف على العود؟ لا أنا طبعا من صغري وأنا أغني يعني. نعم. ولكن وكذلك يعني أنا كنت أعزف على الكيبورد ما شاء الله، وبعد ذلك هذا اللي ساعدني على أني أنا أقدر أعزف على آلة العود. شو لون الغناء اللي بتقدمه أستاذ طالب؟ والله أنا لو تسألني شو الألوان اللي أغنيها، أنا أغني كل الألوان يعني. إنما اللي قدمته إلى الآن يعتبر في الإطار الشعبي والخليجي والشيء اللي المقبول في الإقليم اللي إحنا نعيش فيه. ممكن نسمع شيء الآن شوي قبل ما نبلش باللقاء؟ حاضر أنا أسمعكم. أيوة تفضل. شيء يعني نتمنى أن ينال على إعجابكم إن شاء الله. يقول فقدتك ولا زلت توجد على لامك، وخف صبرت شوي ما عاد تلقاني، أنا مثل ما كنت تخبر والعلوم عفاك، أعاني بعض الأحيان وأحيان ما عاني. الله. من كاتب الكلمات؟ حضرتك شاعر أيضا؟ هذه كلمات الشاعر فيصل بن نوطان المري. نعم. وهو شاعر كويتي، وابن الشاعر عامر بن نوطان من أحد شعراء الخليج. نعم. أستاذ طالب، تحدثت عن الجمهور السعودي، قلت إنه هو جمهور قوي، ماذا تقصد؟ الجمهور السعودي أولا قوي لسببين. كثرة أخواننا في السعودية، العدد السكاني كبير جدا مقارنة بالدول المجاورة للمملكة العربية السعودية. نعم. ثاني حاجة الوعي الكبير اللي هم يعني يحظون به، متابعين جيدين وواعين ويعرفون يعني انتقائيين بالدرجة الأولى. طب برأيك، بما أنه نتحدث عن الجمهور، كم يساهم الجمهور بصعود فنان معين وشعبية هذا الفنان؟ أكيد يعني إلى مساهمة، بس هل الأساس الموهبة أم هل الأساس حب وتقبل الجمهور لهذا الفنان؟ أولا هي كلها يعني وجهين لعملة واحدة، وكلها مكمل للثاني. الموهبة مطلوبة. نعم. فلما يكون شخص موهوب وغير مدعوم من الجمهور وغير مقبول، ابدا لا يمكن انه يتحرك من مكانه. نعم. انما لو كان في قبول من الجمهور، لابد ان هذا الشخص يستمر في 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 مضيه قدما يعني. نعم. في اغنيه قلبي حزين، شو سر انتشارها استاذ طالب هاي الاغنيه بشكل كبير؟ اولا خلينا نكون متفقين اتفاق كلي. تفضل. ان اليوم السوشيال ميديا تلعب دور كبير. تلعب دور كبير. نعم. وكذلك اولا هي الاغنيه يعني لاقت استحسان كبير وقبول كذا، لكن بعد فيه الجمهور قام يغنيها في السوشيال ميديا وكذا، فقام واحد يسمعها من الثاني، فبناء عليه انتشرت كغيرها من الاعمال الغنائيه. ممكن نسمع شويه منها؟ حاضرين. تفضل. سال دمع الغرام وضاق صدر المدينة، واقبل الليل ما فيه أسئلة ما سألها، قال صاحبك وينه، قلت
ما عرف وينه انتهت قصه ان كنت احسب اني بطلها من لقى مثل وجهه ما لقى مثل عينه ومن يشوف العيون الناعسه ما جهلها. الله قال طيب. صاحبك وينه ما ادري وينك. نعم رائعه. طيب كيف اكتشفت موهبتك اول مره انه انت تحب الغناء او انه صوتك حلو؟ والله مثل ما ذكرت لكم من صغري انا والناس يقولون صوتك جميل وسمعنا وكذا. يعني كنت تغني الدندن؟ نعم. كيف بجمعت استاذ طالب بين الشعر والغناء؟ الشعر والغناء يعني لو تكلمنا عن الاغنيه اي اغنيه في العالم تتكون من ثلاث مكونات رئيسيه او نقدر نسميها ثلاث اضلاع اساسيه اللي هي الشعر الكلمات أيوة. وبعدين يجي اللحن وبعدين يجي المؤدي. نعم. هل قمت بالتنويع باللهجات؟ مثلا في كثير مغنيين اماراتيين، عندنا حسين الجسمي، عندنا محمد المازن قبل غنى باللهجات مصريه لبنانيه مختلفه او عراقيه احيانا، هل حاولت تغني بلهجات مختلفه؟ نعم، انا اغني مثل ما ذكرت لك سابقا اني اغني الوان كثيره. نعم. ومن بينها الفن المصري، يعني انا جدا احب الفن المصري. سمعنا شوي لو مقطع صغير من اي اغنيه بتحب. حاضرين سمعكم حاجة بسيطة من ألحان السيد مكاوي. الله. يقول فيها: لو تعرفوا بنحبكم ونعزكم كده قد إيه، لا تقدروا حتى التراب اللي بنمشي لكم عليه. الحب له أحوال كتير وحبكم أغلى بكتير، لأن ده الحب الكبير اللي ما فيهش إزاي وليه لو تعرفوا. الله الله. طيب سؤال أخير من فضلك، ردت أسألك، اليوم الفنانين أصلاً تواجههم العديد من الصعوبات، يعني المغنين اليوم أيضاً كون حضرتك فقدت البصر، كيف كان هذا التحدي بالنسبة لك؟ هل كان التحدي أكبر أم بالعكس كان فرصة شجعتك على العمل أكثر؟ يعني والله أنا ما أرى هذا، يعني كوني فاقد للبصر هذا الشيء، أولاً يعني الناجح بينجح سواء كان يعني ذو إعاقة أو لا، لكن اليوم بعض الناس مثلا ممكن، خلونا نقول نكون صريحين شوي، بعض المعاقين مثلا ممكن يستغل إعاقته علشان يبرز نفسه، إنما أنا لو تلاحظون أنا حتى في مقدمة حساباتي في التواصل الاجتماعي أبدا لا ما ذكرت هذا الشيء، وكذلك يعني أنا أشوفها ضعف من الشخص. للأسف أستاذ طالب بس لكن انتهى وقتنا، بنشكرك كثير على حضورك معنا في هذه الحلقة اليوم. العفو. وإن شاء الله نحضر حفلاتك قريبا. تسلم وأشكركم جزيلا. شكرا جزيلا.